كينشاسا من مراسلنا كريم أحمد اللي موجود دائما في قلب الأحداث. كريم ازيك؟ والحمد لله على السلامة. تجدد التحية ليك كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان كالعاده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وملعب الاهلي بننقل كل اخبارنا وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي استعدادات مكثفه لمواجهه فيتا كلوب الكونغولي غدا ان شاء الله في تمام الخامسه مساء بتوقيت الكونغو، السادسه مساء بتوقيت القاهره. كل الامور ان شاء الله تكون في مصلحه فريق النادي الاهلي، حاله من التركيز كعاده كل اللاعبين، الجهاز الفني يمكن فرض سيطره كبيره، حاله اللاعبين في قمه التركيز ان شاء الله، ويمكن بنقول يمكن من دي من اهم المراحل في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي، يكون اللاعبين موفقين. ايضا كمان يمكن لو بنتكلم بشكل عام يا كابتن اسلام على حضور الجماهير الملعب ايضا اللي يستقبل المباراه ترتان او نجيله صناعي، لكن كل الامور دي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتخطاها بشكل كبير. بالفعل يمكن سالنا يمكن معالي السفير حمدي شعبان اللي من خلالك يا كابتن اسلام بنوجه له كل الشكر والتقدير، كابتن سعد عبد الحفيظ والاستاذ طارق قنديل طبعا عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه يمكن اكيد في تواصل مستمر معهم سواء من الحاله التأمينية ايضا كمان كل الامور الخاصه بها، الترتيبات الخاصه بها، الانتقالات الخاصه بها، ايضا فندق الاقامه، كل الامور ان شاء الله تكون على ما يرام لفريق النادي الاهلي. ينقصنا ان شاء الله كل التوفيق. النهارده ايضا كمان اختتم النادي الاهلي تدريباته الاخيره على ملعب الشهداء ليستقبل مباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي. الملعب يتسع ل 80,000 مشجع يكونوا متواجدين وفي ازدياد كمان يا كابتن اسلام. لكن من الاشياء اللي كانت مهمه جدا وبالفعل يمكن كابتن احمد فتحي كابتن فريق النادي الاهلي كان حاضر مؤتمر الصحفي اليوم، اتسال هيكون الاستاد مليان الجو والعوامل طبعا الخاصه بالحراره الرطوبه ارضيه الملعب، كانت طبعا اجابات بقيمه احمد فتحي، قال النادي الاهلي لعب قبل كده في ترتان اكتر من مره، الجمهور مش هينزل يلعب قدام النادي الاهلي، مركزين وعندنا هدف ان احنا نحقق هذه البطوله ونحقق ايضا كمان الفوز باذن الله يكون نتيجه ايجابيه للفريق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. مع تاكيد كلام الكابتن احمد فتحي يدل ان كل الكلام ده مع اللاعبين، اللاعبين بتتكلم بشكل كبير يا كابتن اسلام في احاديث جماعيه وثنائيه، وايضا الجهاز الفني بيقوم بدور كبير جدا من الجانب النفسي وتحفيز اللاعبين ان شاء الله باذن الله. باذن الله مع فريق النادي الاهلي ومع التركيز اللي احنا بنشوفه في التدريبات في فندق الاقامه ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق وتكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. لكن اكيد الامر اللي حابين نطمن بيه كل جمهور النادي الاهلي النهارده كمان عمرو السوليه بناكد جاهزيته النهارده، شارك بكل قوه في التدريب، وامس ايضا كمان عمرو السوليه واحد من العناصر الاساسيه والركائز الاساسيه ان شاء الله في فريق النادي الاهلي، طمنا عليه، طمنا عليه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود ان شاء الله فنيا وبدنيا وطبيا جاهز عمرو السوليه ان شاء الله الدفع بيه من عدم، ودي رؤيه فنيه طبعا ليه مستر مارتن لاسارتي المدير الفني والجهاز الفني بالكامل. ايضا كمان هشام محمد، يمكن هشام محمد النهارده ما شاركش يا كابتن اسلام في التدريب، سالنا ايضا واطمنا من الجهاز الطبي هشام يمكن عنده حاجه في بطن الركبه، يمكن الم بسيط جدا في بطن الركبه ان شاء الله باذن الله يكون غدا متواجد، لكن عدم تدريبه النهارده من الواضح ان اكيد مش هيكون في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي نظرا ايضا كمان لعدم خوضه التدريب الاخير والرئيسي النهارده في ملعب الشهداء. غدا هبان طبعا كل الامور، لكن من الواضح ان رامي ربيعه كل دور كبير مستر مارتن النهارده من خلال الكواليس اللي احنا بنشوفها في التدريبات، شفنا مستر مارتن بيتكلم مع رامي ربيع، من الواضح ان رامي ربيع كل دور، احمد فتحي ايضا كمان من الواضح ان هيكون ليه دور، لكن النهارده كان في اخفاء كبير جدا لمعالم التشكيل نظرا لفتح الميديا النهارده، الميديا كل الميديا اللي كانت موجوده في الكونغو كلها موجوده النهارده طبعا ربع ساعه حسب اللوائح الخاصه بالبطوله الافريقيه، بعد ربع ساعه مباشره تم مغادره الجميع كل القنوات وكل المصحفيين طبعا المتواجدين في اهتمام اعلامي بشكل كبير جدا يا كابتن اسلام لقيمه النادي الاهلي وايضا كمان أهمية هذه المباراة. فيتا كلوب من الفرق المميزة، مستر مارتن اتكلم مع اللعيبة أكثر من مرة، الجمهور والأجواء وكل الأمور دي لابد إن احنا نتجنبها ولابد إن احنا نتخطاها، عندنا هدف إن احنا نحقق إن شاء الله الهدف وبإذن الله يكون الهدف من نصيب النادي الأهلي والتحقيق الفوز، ثلاث نقاط إن شاء الله يساعدونا خطوة خطوة بإذن الله نتأهل للدور القادم وبإذن الله تكون البطولة من نصيب النادي الأهلي. النهاردة يمكن خلاص بعد لحظات العشاء دلوقتي في هذه اللحظات يا كابتن إسلام بعديها على طول بخلال ربع ساعة تكون محاضرة فنية أخيرة للجهاز الفني بقيادة مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للوقوف على كل ملامح التشكيل وايضا كمان الثغرات ونقاط القوه والضعف اللي متابعها بشكل مستمر للجهاز الفني من خلال محاضرات الفيديو، سواء الجهاز الفني بيجتمع بشكل منفرد يتابع المحاضرات وايضا كمان المحاضرات الخاصة بلاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله على قلب الرجل الواحد اللاعبين عهدنا بيهم اكيد وثقتنا الكبيرة هي اللي بتخلينا عندنا امل في كل المباريات ان احنا نشوف اداء اكتر من كده ونشوف حماس ونشوف اصرار وجدية وشخصية النادي الاهلي يا كابتن اسلام وروح الفانيلا الحمراء هي دي اللي بنراهن عليها، وبالفعل لعيبة النادي الاهلي في كل مباراة بتزيد الروح وبيزيد الاداء وبالفعل بنشوف شخصية النادي الاهلي في الملعب، ان شاء الله يكون موفق النادي الاهلي، طاقم التحكيم ايضا كمان يكون موفق، كل الامور وكل الظروف لفريق النادي الاهلي ان شاء الله تصب في المصلحة النهائية والنادي الاهلي ان شاء الله
يعود من الكونغو بثلاث نقاط هيساعدوه وايضا كمان يسعده كل جمهور النادي الاهلي. من خلالك يا كابتن اسلام ومن خلال الملعب الاهلي اكيد لحظه بلحظه هنكون معاكم من لقاءاتنا طبعا هنا سواء مع الجهاز الفني مع الجاليه المصريه المتواجده هنا تدريبات طبعا بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي. كل الاخبار والكواليس ان شاء الله تكون مع جمهور النادي الاهلي على شاشه قناه الاهلي. اعود اليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه المعلومات.